أبدأ بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقاء؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم قصة جميلة، قصة رائعة، في منطقة بالتحديد في المغرب في جبل الكاهنة، في مغارة كبيرة داخلها نبع مي واسمها مغارة دانيال. بعض الناس اتخذوها مدرسة لتعليم السحر، بجوها من جميع أنحاء العالم عشان يتعلموا فنون السحر، وبقولوا فتحة المغارة بتضلها مسكرة طول السنة بصخرة كبيرة ما حدا بيقدر يفتحها لو اجتمعوا عليها آلاف الناس، فهي مرصودة بيتحكم فيها الجن وما بيفتحوها إلا بيوم واحد في السنة، ومقدار السنة عندهم 9 شهور مش 12 شهر، يعني في فرق 3 شهور. واللي بيحب يتعلم السحر بيقضوا كل هذه المدة داخل المغارة، بيحفظوا الأوردة والتراتين السحرية، وبيتعلموا طرق التواصل مع الشياطين، وبيسمعوا من داخلها أصوات أرواح الشيطانية اللي بتخلع القلوب، وبيشوفوا فيها الغيلان اللي متعطشة للدم البشري، والغيلان هدول عفاريت الجن اللي اختاروا يتحولوا لهيئات جسمانية. واللي بيشرف على تعليم الطلبة السحر هم مجموعة من كبار السحرة والقائمين على هذا المكان، وأي حدا من الطلاب بيغلط في قراءة ورده فورا بيتلقى لطمة من الرعب وما بيقدر يتحمل يضلوا في المكان اللي فيه العفاريت والشياطين. وبعد ما تقضي فترة التعليم اللي هي 9 شهور بتنفتح المغارة مرة تانية من شروق الشمس لحد ما تغرب، وبيكشف الجن الصخرة الكبيرة، وبيدخل في المغارة طلبة جداد بدهم يتعلموا السحر، وبكونوا مجهزين حالهم وجايبين طعام لمدة 9 شهور، وبكون عبارة عن نواشف قابلة للتخزين زي اللوز والجوز والزبيب والفول السوداني والتين المجفف. والطلبة اللي خلصوا فترة تعليمهم بحاولوا يطلعوا في هذا اليوم لكن ممنوع، حراس المغارة والمردة والشياطين بيقفوا لهم بالمرصاد، وعلى باب المغارة بيختاروا طالب متمكن اللي عنده براعة وتفاني في طاعة الشياطين، وعشان هيك بيصيروا يتبعوا خادم قوي من الجن بيسمح له يطلع من المغارة، اما اللي كان كشفه ضعيف وخادمه ضعيف بتلقى لطمة اما بتنقله للعالم الاخر او بصاب بالجنون، وبينحبس في المغارة لحد ما يموت، وبيعيش باقي حياته في العالم السفلي للشياطين، وبيبيع دمه عشان يشربوه مقابل الطعام. بالعادة كل طالب بيحصل على خادم او مجموعة من خدم الجن بيسمح له يطلع من المغارة، وبيتخرج من المدرسة اخبث واخطر سحرة في العالم. المخابرات في العديد من الدول بيستفيدوا منهم عشان يكشفوا بعض القضايا الصعبة وعشان يأسروا على بعض السياسيين. لكن السؤال الأهم، هل المغارة لها علاقة بالنبي دانيال؟ زي ما انتم عارفين النبي دانيال قضى معظم حياته في بابل من حد ما كان أسير مع قوم من اليهود واللي كان اسمه السبيل بابلي على يد الملك نبوخذ نصر الثاني ملك بابل. دانيال ما انذكر في القرآن الكريم، لكن في أحاديث نبوية بتقول انه نبي من بني إسرائيل، وانشهر بقصة رميه بالجب أو عرين الأسود بسبب مكيدا من بعض الحساد، وبمعجزة من الله عز وجل الأسود ما قدرت تمسه وطلع سالم من عرين الأسود. ولما المسلمين فتحوا مدينة تستر في إيران لقوا قبره فيها، وبعدين أمرهم عمر بن الخطاب يخفوا القبر عشان الناس ما تتخذوا معبد. وفي الكتاب المقدس سفر دانيال مكتوب عن القصة المشهورة عن حلم الملك نبوخذ نصر لما شاف تمثال مهيب في منامه مصنوع من معادن مختلفة، بعدين وقع حجر فوق التمثال فتحطم التمثال وهبت ريح واختفت أثاره وما ضل غير الصخرة اللي كبرت لحد ما صارت جبل. نبوخذ نصر خاف من هذا الحلم فجمع السحرة والمنجمين في بابل وطلب منهم تفسير حلمه، فقالوا احكي لنا الحلم عشان نفسره. قالهم انتوا احكوا لي شو حلمت عشان اعرفكم مصدقين ولا لا، وبعدين فسروا لي الحلم. لما عجزوا وما قدروا يعرفوا حلم الملك أمر بقتلهم، ولما شافهم دانيال هم بيخدوم عشان يقتلوهم طلب ما يقتلوهم وانه هو اللي حيفسر الحلم، ودعا الله عز وجل وبعدين راح عند الملك وحكى له حلمه وفسر له اياه تفسير اقرب للنبوءة، وانشهر النبي دانيال بالتنبؤ بالمستقبل ونهاية العالم وغيرها. طيب شو علاقة النبي دانيال اللي عاش في العراق واندفن في ايران بمغارة موجودة في المغرب؟ يمكن عشان بابل اللي عاش فيها دانيال مرتبطة في السحر، وهذا مش خرافة ولا اسطورة، فالبابليين كانوا مشهورين بالفلك والتنجيم وكان لهم طرق غريبة عشان يعرفوا الطالع، منها انهم بيضحوا بحيوان وبيفتحوا بطنه وبيعرفوا الطالع من شكل اعضائه وامعائه الداخلية. وزعموا انه في مغارة في العراق اسمها هاروت وماروت لتعليم السحر، وهاروت وماروت ملكين انذكروا بالقرآن الكريم، واختلفوا الناس اختلاف شديد في قصتهم، لكن حسب بعض الروايات انه الملكين محبوسين في مغارة او بئر ليوم القيامة عقابا لهم، ويمكن تكون هذه هي المغارة المقصودة. والسحر في العراق منتشر كتير، وفي المقابر القديمة بلاقوا اعمال سحر مدفونة
خيوط معقودة ويمكن بترجع لطلاب مغارة هاروت وماروت. وفي احتمال تاني انه دانيال اللي تسمت المغارة على اسمه هو شخص تاني غير النبي دانيال. وبعض المصادر قالت انه المغارة تسمت بسبب شيطان غلبوا النبي دانيال واندفن او انحبس في هذه المغارة. فحتى مغارة السحر في المغرب، حتى في الافلام والحكايات بقولوا الساحر المغربي، كأنه خلص ارتبط السحر في المغرب، وهذا دليل على براعته ومهارته بالسحر. مش عارف، يمكن سر مهارة السحرة لأنهم تخرجوا من مغارة دانيال، ويمكن قصص هاري بوتر عن مدرسة السحرة مش خيال، قصص واقعية. وفي الختام فعلا في كهف غريب حير العلماء في المغرب، هو كهف أو مغارة فري وارتو. العلماء ما بيعرفوا لوين بيمتد، بقولوا في ممرات ودهاليس بتمتد لستة كيلومتر، وبقولوا في نهر بيجري داخله، وفي أساطير أمازيغية عنه. المغارة موجودة بالفعل، واللي بده يتأكد يكتب في محرك البحث في جوجل اللي هو عمو جوجل مغارة دانيال، بيطلع مقالات كتير عنها وراح تلاقوا تفاصيل أكتر عنها. وكتير من المغاربة بيعرفوا هذه المغارة، وبيعرفوا أكتر الناس اللي بتعلموا السحر فيها، وهم الأفارقة السود بسبب الفقر المدقع اللي خلاهم يخوضوا هيك تجربة شبيهة بالانتحار. وكمان انتوا عارفين لما الشياطين بتتلبس في الإنسان بتصير السوق من غير وعي عشان يخوض هيك تجربة. ومن المعروف الأماكن المخصصة لتعليم السحر دائما بتكون سرية وما بيكشف مكانها للناس، خوف من ردة فعل الفقهاء وغيرهم اللي حيطالبوا السلطات بإغلاق هذه الأماكن. ولكن لو سألت واحد من كبار السحرة أو اللي لهم اتصال مباشر مع الجن، خاصة المطلعين على أسرار هذه الأماكن، ممكن يخبروك بمكانها. أغلب الآراء بتقول إنها موجودة بالمغرب. انتشر خبر هذه المغارة في منتديات الشبكة العالمية وقناة شهرزاد الفضائية اللي انقطعت عن البث الفضائي لمدة عام كامل. بقولوا إنه هذه المغارة مرصودة بالجن، بتعلم فيها السحرة أقوى فنون السحر. بالرغم إنه إحنا مش متأكدين من وجودها في المغرب، فهذه المغارة بتذكرنا في أفلام وروايات هاري بوتر. في مدرسة السحر، مغارة دانيال من أغرب المغارات والعجائب على سطح الأرض، لأنها مغارة مرصودة بالجن، وما حدا قدر يفك هذا الرصد لحتى الآن. كتير من الناس حاولوا يبطلوا هذا الرصد عشان يخلصوا الناس من شر السحرة اللي متخرجين من هذه المغارة، واللي بيجي عليها الناس من جميع أنحاء العالم عشان يتعلموا السحر. وبهيك خلصنا قصتنا يا أحباب. إذا أنت مشترك جديد أول مرة تشوف الفيديو، لا تنسى تدعمنا بلايك واشتراك وتعليق حلو، ولا تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، راح أحط لكم الرابط في أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.